مساكم الله بالخير، يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في الحلقة رقم 100 من برنامجكم مجتمع واعي. مساك الله بالخير. مساك الله بالخير بسام، وأكيد نمسي بالخير على مشاهدينا. ويعني ما شاء الله وصلنا 100 حلقة معاكم مشاهدينا في ظل هذه الظروف الاستثنائية، لكن أكيد يعني كانت حلقات دائما متميزة بالجهود اللي كنا نشوفها المبذولة من قبل جميع مؤسسات الدولة وأكيد من الصفوف الأمامية. واليوم لنا وقفة مع محطة من محطات الإنجاز المتواصل لفريق البحرين وجهوده الكبيرة في التصدي لفيروس كورونا، مو بس باللي نشوفها، في أشياء بعد نتلمسها في حياتنا اليومية لكن تكون طبعا يعني أثرها أكبر لما تكون بشهادة من منظمات ودول العالم. بالتأكيد رقي، الإشادات خلال هالفترة كانت خير دليل على كفاءة مملكة البحرين في مواجهة هذا التحدي، وأيضا تثمين دور منظمة الصحة العالمية على وجه الخصوص لمملكة البحرين في تصديها للفيروس، تثمينها طبعا مرتين وأكثر بعد من مرة في مناسبات مختلفة، وجهودها الداعمة لعمل منظم وتضمنها مع باقي الدول الأعضاء في اتخاذ الإجراءات الشاملة وتوحيد الجهود لسرعة إيجاد العلاج اللازم. بالفعل يعني دور المملكة في وضع الإجراءات الاستباقية قبل ظهور أول حالة في المملكة كان له دور كبير في إبطاء وتيرة انتشار الفيروس، وما تبع ذلك من إجراءات تثبت لنا اليوم وتثبت للعالم كله بأن إشادتها في محلها وأن المملكة قادرة على مواجهة أي تحدي. طبعا أكيد إحنا بنستهل معكم مشاهدينا حلقتنا بأبرز الأخبار لهذا اليوم، لكن من بعد هذه الفاصل. نبتدي معكم مشاهدينا في جولة الهم الأخبار اليوم، حيث رئيس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء واللي عقد عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الجلسة وجه سمو رئيس الوزراء إلى أن تكون خطة تنظيم إعادة فتح المؤسسات التعليمية الخاصة والعامة والتعليم العالي العام الدراسي المقبل متضمنة قراءة استشرافية لما هو متوقع بشأن انتشار فيروس كورونا كوفيد-19، واضع بعين الاعتبار مصلحة الطلاب الصحية بالدرجة الأولى وسلامتهم إلى جانب مواصلتهم لتحصيلهم العلمي. من جانب آخر، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المعنية للنظر في وضع المواطنين البحرينيين العاملين في الخارج اللي تم تسريحهم وعادوا إلى البلاد، أو اللي عادوا إلى البلاد وتعذر عليهم العودة إلى أعمالهم في الخارج مرة أخرى بسبب الأوضاع الراهنة. بعدها رحب مجلس الوزراء بحفاظ مملكة البحرين على مواقع الصدارة في التقارير العالمية الخاصة بالمجالات الإنسانية والحقوقية، ومنها نجاحها في الحفاظ على موقعها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الثالث على التوالي.
وفي خبر آخر، أصدر سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية على 234 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة وتسكن في مساكن مستأجرة خلال شهر يونيو 2020. جاءت هذه القرارات بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله الرامية إلى تخفيض الأعباء المعيشية على المواطنين في إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم. وأوضح الوزير أن هذه القرارات تهدف إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلاً أو إسقاط ديونهم القديمة. حالة مصابة راح تجمعات عائلية، وكانت النتيجة أن 33 واحد في هذه العائلة فقط أصابهم اللي هو كوفيد-19. يعني الوضع متعب نفسيا لما انت تشوف الاشخاص من نفس العائله، تتعب ان انت تشوف افراد نفس العائله يجون بنفس الكسره في عيونهم. يعني اضطرينا ان احنا نفصل الام عن الولد، وكان بينهم زجاج، فنظرات الام الى الولد وحسرتها عليه وصوت بكاء هذا الطفل يعني يرن في اذني. إذا غمضت عيني تغمض عيني بس ساعتين، باقي الأوقات كلها عمل، ما تحس بوقتك بتاتاً. التليفون 24 ساعة شغال ليل نهار على طول يعني، فحتى مع وجودي في البيت أكون كأني مو موجودة. شنو ذنب طاقم طبي يجتهد ويتعب ويكافح وفي ناس مستهترة؟ هذه المستهتر بأسلوبه هذه وبعدم اكتراثه بأنه يلتزم بالتعليمات وبالإجراءات الاحترازية يؤدي إلى انتشار المرض، ولا قدر الله ممكن أن يتسبب في وفاة أحد أفراد عائلته، وهذا أعتقد التأنيب الأكبر. أنا عندي بنت وحيدة كانت في الشهور الأخيرة من حملها، مدة شهرين أنا ما شفت بنتي. لولا دعم زوجي وأولادي ما استطعت أن أصمد. أمي وأبوي تعبانين شوية، كبار في السن، وفراقهم صعب، وعدم قدرتي أنني أعتني فيهم بشكل يعني مناسب يستحقونه بعد صعب علي. طبعاً إحنا يسوولنا على طول كل أسبوع تقريباً نجري اللي هو العينات على أساس تتأكد، لكن بعد الواحد دائما يخاف انه هو يعدي، وخاصه انه هو بيعدي اقرب الناس له. قبل كم من يوم انا كنت نازله من على الدرج ركيض وهو واقف تحت، وقف اقول له وش صاير؟ اللي يقول لي لا انا عبالي جايه تحضنيني، انا ما اقدر حتى اني احضن ابوي. هاي زينب. اتمنى الصحه للجميع ولا تشوفون اي مكروه، نبي بس انكم تلتزمون. ما حد يتمنى ان احد عزيز عليه ينحط في هذا الموقف او انه يكون في هذا السرير. يعني المجتمع هو سلاحنا، يعني وعيه هو سلاحنا الحين في هذه الفتره. اذا هو التزم بمسؤوليه فهذه طبعا بيحمي احبائه وبيحمي اهله وبيحمي اهل البحرين كلهم. حياكم الله من جديد. تسلمت وزيرة الصحة سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح خطاب شكر من منظمة الصحة العالمية، أثنت فيه المنظمة على جهود مملكة البحرين الداعمة لدورها في مواجهة جائحة كورونا، وكذلك العمل الدؤوب
اللي تقوم فيه الحكومة من أجل تعزيز المنظومة الصحية والعلاجية للحد من انتشار الفيروس بأسرع وقت ممكن. نعم بسام، أكيد يعني البحرين كانت دائما سباقة بوضع الخطط الاستباقية والكل يشهد لها بهالشيء، واتخذت الإجراءات الاحترازية والعديد من التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس مع تنفيذ أعلى معايير التتبع لمعرفة تفاصيل أثر المخالطين. خلونا نتابع معكم مشاهدينا هذه التقرير من إعداد الزميل سعيد الزويري، وراجعين للحديث أكثر حول هذا الموضوع. جاءت رسالة المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس إدهانوم غيبريسيوس في وقت يكافح فيه العالم لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وسط تفاوت في مقدرة الدول على المجابهة وتمايز في مستويات الاستجابة الوطنية والعالمية لمكافحة تداعيات الوباء. وبينما فرضته الجائحة على دول العالم، تبرز مملكة البحرين كنموذج ينال مزيدا من الإشادة بجهوده ويكسب الكثير من الإشادة لما وصلت إليه المملكة في مواجهة الفيروس من حيث اتخاذ التدابير الوقائية الفعالة للحد من هذه الجائحة وتضامنها مع باقي الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية باتخاذ الإجراءات الشاملة لتوحيد الجهود لسرعة إيجاد العلاج اللازم. منظمة الصحة العالمية أشادت بتبني البحرين النهج المتكامل في الاستجابة للجائحة الذي كان له دور مركزي عبر اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والسياسات بشكل استباقي وبالغ الأثر في إبطاء وتيرة انتشار الفيروس، وكذلك اتصالها الوثيق والتنسيق المستمر مع المنظمة لمتابعة المستجدات ومراحل تطور الفيروس وتنفيذها كذلك لقراراتها في هذا الشأن. وأكدت المنظمة على استمرار دعمها لخطوات مملكة البحرين للتصدي لمختلف الأوبئة وخصوصا جائحة كوفيد-19 والوقوف معها لتحقيق أولوياتها الصحية. دراسات مستفيضة يعمل عليها نخبة من المختصين في مملكة البحرين ليل ونهار للخروج من هذا التحدي الصحي بنجاح وعودة الحياة الطبيعية بأقرب وقت ممكن بإذن الله. من هذه الدراسات هو قرار خفض مدة الحجر المنزلي الاحترازي من 14 يوم إلى 10 أيام للمسافرين والمخالطين من قبل الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة. الفريق الوطني طبعا الطبي لطالما كان في الصف الأمامي منذ بداية هذه الجائحة ولا يزال يواصل جهوده وفق خطط مدروسة لرفع توصياته في جميع المجالات ومختلف القطاعات بما يتناسب مع المستجدات الصحية والمؤشرات المتعلقة بقياس انتشار الفيروس في المجتمع. بالتأكيد الجهود الوطنية لفريق البحرين مستمرة لحفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين، وهذا القرار بخفض مدة الحجر جاء من خلال تطبيق القرارات والتوصيات بما يسهم في القضاء على الفيروس وحفظ سلامة وصحة الجميع. هذا التعاون الجميل من قبل فريق البحرين أكيد راح يحقق بإذن الله الأهداف المنشودة في كافة مسارات. ما يمكننا الوصول طبعاً أو يمكننا الوصول إلى بر الأمان بأقرب وقت إن شاء الله. وعشان تكلم أكثر عن هذا الموضوع يسرنا يكون معنا في الاستوديو الدكتورة ميسونة الدوادي طبيبة اختصاصية في الصحة العامة والجودة السريرية بالخدمات الطبية الملكية التابعة لقوة دفاع البحرين. مسي عليك دكتورة ويا هلا وسهلا فيك. مسي عليكم بالنور والسرور أختي رقية وأخوي بسام، الله يعطيكم الصحة والعافية وأشكركم على هذه الاستضافة ومسرورة أني أنا أشوفكم للمرة الثانية. احنا طبعا اسعد دكتورة واحنا اللي نقول لكم يعني عساكم على القوة وجهودكم اكيد طبعا مشكورة كل اللي تقومون فيها، لكن يعني بداية دكتورة خلينا نتكلم عن يمكن الدراسة اللي بداية تكلمنا عنها اللي هو بتخفيض مدة الحجر من 14 يوم الى 10 ايام، شلون ياتكم هذه الدراسة وشنو كانت اسباب تخفيض المدة؟ نعم طبعا مثل ما انتم تفضلتوا ان الفريق الوطني قام بجهود كبيرة من أول ما بدينا مشكلة فيروس الكورونا. الأكبر تشالنج أو أكبر تحدي كان موجود عندنا هو قلة البراهين وقلة الاستنادات اللي إحنا نقدر نعتمد عليها في أخذ أي قرار، وهذه طبعا يلجأ إلى أن تجربة جديدة في كل مكان. لو لاحظتوا أنتوا
الخطوات اللي خذاها الفريق الوطني على مستوى البحرين كانت خطوات تدريجية. لما بدينا في البداية أول ما طلعت المشكلة كان الموضوع مهول، ما كنا عارفين هذا الفيروس شنو هو، الكل كان يخاف يرتعب من موضوع الكورونا. طبعاً اللي موجود على رأس هذا الشيء هو وجود الاستيغما أو اللي احنا نسميها وصمة العار. الناس كانوا خايفين وجود المحجر، أنا مصاب بالكورونا، الناس بتعاديني، نظرة الناس لي شلون بالضبط، مدة العلاج شلون بتمشي، إنزين إذا أنا طلعت الناس شلون بتخالط معي، شلون بتتعامل معي. كل هذه كان الفريق الوطني ينظر له بطريقة وبنظرة يعني مثل ما نقول يعني عن كثب. فيات الأمور الحلول خطوة بخطوة، واللي ساعد على ذلك وجود بعض البراهين. صدق إن البراهين ما كانت موجودة اللي هي 100% أن احنا نعتمد عليها، بس الشيء الزين اللي صار من صوب الفريق الوطني أن احنا اعتمدنا على ذي البراهين، بس اعتمدنا أو أخذنا على عاتقنا أن احنا نضيف على هذه البراهين، احنا صرنا مصدر هذه البراهين. ف خذينا لقينا أن مثلاً بعض الدراسات اللي قامت في اللي تحدد مدة العزل، دراسة صارت في مثلاً في ألمانيا، هذه الدراسة تم نشرها في شهر مايو، يعني تقريباً شهرين من الحين. كانت هذه الدراسة مستندة على 9 أشخاص فقط، ففي الناس اللي يبحثون أو يشتغلون في المجال الطبي يعرفون أن كل ما كانت العينة كبيرة أو عدد الأشخاص اللي شملتهم الدراسة كبير، نسبة الخطأ صغيرة أو قليلة، والعكس صحيح. بس هذه الدراسة شنو اللي لقوا فيها؟ لقوا أن هذين 9 أشخاص مجرد ما يوصلون اليوم 8 الفيروس اللي موجود فيهم خلاص هو فيروس ميت. يعني إيش معنات ميت؟ حتى لو كان يعني الجسم يتفاعل معه، اي هو غير قادر على التكاثر. اوكي، فلو لاحظتوا في البدايه لما بدينا في اول البروتوكولات كانوا يتطلبون ان مسحه في البدايه للتشخيص ومسحتين في النهايه سلبيتين علشان نقول هذا الشخص متعافي، والمسحتين لازم يصيرون تقريبا يوم 13 او يوم 14 واحيانا حتى تطول اكثر من كذي. ولقينا نفسنا عايشين في دوامه. ليش؟ نظرتنا بس المريض مسكين متعلق بس يبقى يشوف نتيجة هذه العينة أنها تكون نيجاتيف. مع وجود هذه الدراسات لقينا احنا أصلا لما ناخذ هذه العينة احنا نقيس الحمض النووي. الحمض النووي للفيروس حتى لو الجسم تغلب عليه بقي جزء منه، طبعا لو بقي جناح أو بقي راس أو بقي ذيل، الفيروس هو مخلوق حي، فحتى لو بقى أي جزء منه الجسم للحين قاعد يقاومه. فهذه مو دليل على أن الفيروس موجود وأن الشخص قاعد يعطي العدوى. سووا هم الجاو إلى طريقة ثانية حق الكشف عن نشاط الفيروس، وهي الطريقة الصح، أن يأخذون الفيروس ويزرعونه. فلما زرعوا هذه الفيروس لقوا أن من اليوم 8 أو خلينا نقول من بعد اليوم 7 إلى اليوم 8 أو بالكثير اليوم 9 خلاص هذا الفيروس كامن، ما ضعيف ومشلول وما قاعد يتكاثر. علشان هذا الشيء يعني ارتأت اللجنة الوطنية أن خلاص اليوم 10 هو يوم كفاية أن هذا الشخص نقول عنه غير معدي. في يوم زود على اللي هي الأيام 9 يعني اللي يموت فيها الفيروس، اللي هي فترة حضانة الفيروس خلينا نقول. نعم، فترة الحضانة هي الفترة بين التقاط الفيروس وظهور الأعراض. نعم. أنت جيت حق النقطة الثانية المهمة في الموضوع. نعم. قبل النقطة هذه دكتورة يعني خلينا بس حد الحين في موضوع الدراسة. نعم. إحنا يعني يعني في المجتمع في البحرين يعني على ثقة تامة بكل قرار يتخذ من قبل الفريق الوطني الطبي وكذلك قرارات اللجنة التنسيقية، واللي أساسا هي مستندة على بحوث ودراسات، سواء بحوث ودراسات يعني دولية أو إذا كانت أيضاً محلية. لكن كيف تم التأكد بشكل كامل من أن فترة الحجر يعني يتم تخفيضها من 14 يوم إلى 10 أيام في مملكة البحرين؟ وكذلك أيضاً يعني شنو الآلية اللي مريتوا فيها على أساس أنه خلاص يطلع القرار بشكل نهائي؟ نعم،
طبعا التجربه خير برهان. نعم. اوكي. لقينا ان بالاضافه الى هذا الدليل اللي لقيناه الدليل العلمي، الملاحظه الدقيقه حق الحالات اللي يعني صادتها العدوى من ثم تعافت. فبنينا عليها يعني في البدايه، انت لو لاحظتوا كل مريض مصاب على طول ناخذه نوديه المستشفى. نعم. اوكي. لقينا ان تقريبا اكثر من 50% من هذين الناس اصلا ما عندهم اعراض. وفي دراسات اصلا كانت تقول قد يكون الشخص اللي ما عنده اعراض يعني احتمال انه هو ينقل المرض قليل. احتمال انه هو ينقل المرض يعني ينقله بصوره قليله. لكن هذه احنا ما نقدر نجزم عليه 100%. ف اوكي ارتئينا، اوكي خلاص احنا الحين نعتمد على الناس. في عندي ناس عندهم اعراض وفي ناس ما عندهم اعراض. لقينا الناس اللي ما عندهم اعراض يقعدون مده طويله ويطولون، احيانا حتى يطوفون مده ال 14 اسبوع. ويعيشون في دوامه طويله، في ناس قعدوا معانا حتى بشهور، اربعه اسابيع، سته اسابيع، في ناس طلعوا من المحجر وحطيناهم يعني في الحجر المنزلي. رجعنا بعد الأسبوعين نفحص العينة، لقينا لا ترى العينة الآن إيجابية، مع أن هذا الشخص أصلا ما في أعراض. فلقينا أن الشخص أصلا نفسيا يتأثر، مو بس الشخص، الأهل اللي دار ما داره عايشين في دوامة. إذن إحنا لمتى بنكون في ذي الوضع؟ لمتى بنكون عازلين نفسنا؟ لمتى ولدنا أو أخونا مو موجود في البيت؟ فلقينا كنا نلاقي ناس أصلاً ما عندهم أعراض من البداية، فترة داخلين المستشفى وفترة طالعين من المستشفى. فإحنا لما نتكلم، أنا يعني نتكلم عن وجود شخص في المستشفى، اليوم الواحد كم بيكون تكلفته؟ حتى لو أنا ما عطيته أي دواء. هذه من ناحية، هذه إذا ما كانت عليه أعراض. بس لو كانت عليه أعراض، لقينا إن في ناس طبعاً على حسب عوامل الاختطار اللي عندهم. يعني إذا كان الشخص مثلاً مناعته قليلة، كونه مثلاً عنده أمراض مزمنة أو من متعالجين بالكيماوي، أو لأي سبب كان إن عنده المناعة قليلة، لقينا إن هذلين يمكن يصير عندهم نوع من إن الفيروس ينتشر بصورة سريعة ويعطينا صورة جداً عظمى حق المرض. على النقيض لقينا أن الناس الطبيعيين اللي أعمارهم أقل من 60 سنة بالعكس يمرون بالمرض كأنه يعني نزلة برد، يومين ثلاثة أربعة ويقعدون ونخليهم في المستشفى ويتمللون. يعني خلال 3 أيام 4 أيام انتهى الموضوع، وإحنا أصلا ما نعطيهم أي أدوية. يعني العلاجات نعطيهم العلاجات بالأعراض وبس ننتظر عليهم. فلقينا ان اغلب الناس من اليوم السابع او اليوم الثامن خلاص هذه الاعراض اصلا تبتدي تختفي من عندهم. نعم. فضفنا عليها 3 أيام عشان نكون بس في الناحيه السليمه. نعم. يعني دكتوره، هذه يقودنا الحين الى ان احنا يمكن نسالك السؤال الجاي، اللي هو لابد ان تقليل عدد الايام من 14 الى 10 ايام كانت له منافع، إن كانت طبية أو إن كانت نفسية. نعم. يعني نبي نتكلم يمكن دكتورة عن المنافع الطبية. نفسية يمكن أنت شرحتيها قبل شوي، إن الواحد مع الأسرة ومع البيت حتى هو بشكل نفسي، بس منافع طبية شلون بيكون؟ أول منفعة طبية، أول شيء أن السرير اللي موجود فيه هذا المريض لو كان موجود أصلاً في المستشفى، إنزين هذه إذا أنا طلعت المريض حتى 3 أيام أو 4 أيام قبل، أنا أقدر أخلي هذا السرير حق أحد يمكن يكون مستفيد منه. النقطة الثانية، اشتراطات الحجر، اشتراطات إحنا قبل نوصل حق تقليص تقليص المدة من 14 إلى 10 أيام، ارتأت اللجنة الوطنية أن يكون هناك العزل المنزلي حق المرضى المصابين. فهذه بحد ذاته قلل التكلفة كثير، يعني واللود اللي موجود والضغط على الكادر الطبي، لأن في ناس موجودين أعراضهم جدا قليلة، يعني موجودين داخل المستشفى. فهذين لما يعني يوم خليناهم في البيت صار التركيز أكثر على الحالات اللي فعلا تكون محتاجة العناية السريرية. نعم. دكتورة، يعني إذا تحدثنا عن يعني بالاستناد للقرار واللي هو أساسا مثل ما تفضلتي يستند على البراهين،
البراهين اللي تفضلتي فيها على التجربة اللي موجودة عندنا في مملكة البحرين. نعم. وأيضا الدراسة الألمانية اللي حضرتك ذكرتيها. تجربة البحرين أيضا بالإمكان نحن اعتبرها أنها يعني دراسة أيضا. نعم. كونها تستند إلى مبادئ علمية وطبية وحضراتكم يعني شفتوا هذه النتائج، لكن هل أيضا يعني خدتوا بالدراسة البحرينية وبالتجربة البحرينية وتعاونتم أيضا مع جهات في الخارج أو حتى استشاريين في الخارج؟ طبعا من أول ما ابتدت مشكلة الكورونا في البحرين، نعم، تم اعتماد الخطة الوطنية عن طريق فريق وطني، وهذا الفريق الوطني كان مدعم ويرتكز من الأساس بالجروب مجموعة من الاختصاصيين من قبل المنظمة العالمية للصحة. فالمنظمة العالمية للصحة كانت تعطي، يقومون ببعض التجارب في دول مختلفة ويعطون هذا الدليل، وخذوا أصلا التجربة البحرينية ونتائج التجربة البحرينية استخدموا كدليل، بنوا عليه أصلا قياساتهم في الدول الثانية. وهذه ساعدهم أنهم يفهمون أصلا الفيروس، نشاط الفيروس. يعني إحنا يمكن شوي اللي يعني اللي عايشين مراحل العلاج مع المرضى، الفيروس كان شوي الغريب فيه كل أسبوع لا يعني شكل، لا behavior، لا سلوك معين. يعني لقينا تقريبا قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع يعني لقينا أن المتعافين خلاص يوم 13 لما نعيد هذه المسحة نلقاهم خلاص مشت الأمور مثل ما إحنا خططنا، والمسحة خلاص تطلع لنا سلبية. بعدها بأسبوعين صار لا، ناخذ المسحة تطلع لنا هذه المسحة إيجابية. إنزين نخلي المريض أوكي أو الشخص المتعافي أصلاً نرجع نعيده تطلع لنا لا المسحة سلبية إيجابية. فكانت الاشتراط أن ناخذ لازم عينتين سلبيتين، يوم تطلع لنا سلبية يوم تطلع لنا إيجابية. فكنا ندور دكتور يعني بنواصل الحديث عن هذا السلوك، لكن اعتقد انه في هو يعني انا اتوقع. نعم. يمكن قبل ما نشوف التقرير مع مشاهدينا يمكن بس تعقيبا على كلام الدكتور، احنا نتوقع انه لانه هو يعني فيروس مستجد فهو قاعد يطور من نفسه وقاعد يكيف من نفسه، لكن احنا اكيد ان شاء الله قادرين احنا نتصدى حق هذا الفيروس برغم يمكن تكيفه وتطوره المستمر. احنا راح نتوقف معاكم مشاهدينا مع هذا التقرير اللي اعدته لنا الزميله شوق العثمان، وراجعين احنا نكمل حديثنا مع ضيفتنا في الاستديو الدكتوره ميسونه الذوادي. تميز في إجراءات مواجهة فيروس كورونا من خلال السرعة والشفافية والدقة في التشخيص. مملكة البحرين تسجل دائماً إنجازات براقة بسواعد أبنائها المخلصين في كافة المجالات، ويتسيد المشهد حالياً القطاع الصحي الذي يعمل ليلاً ونهار للمحافظة على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المعطاء. جهود فريق البحرين الوطني لمكافحة فيروس كورونا حظيت بإشادة محلية وخليجية وعربية وعالمية واسعة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنجازات البحرين في مكافحة فيروس كورونا سواء على مستوى الخدمات الطبية أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وغيرها من الإجراءات. التجربة البحرينية في مكافحة فيروس كورونا أصبحت نموذجاً مثالياً يتكلم عنه المواطن والمقيم بكل فخر واعتزاز، ويشيد ما وصلت إليه مملكة البحرين في مستوى الخدمات الطبية وسرعة التجاوب وشفافية القائمين على ملف كورونا. مملكة البحرين أثبتت خلال هذا التحدي الصحي قيمة الإنسان، وأكدت بأن الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذه الأرض الطيبة. عودة مجددا مع ضيفتنا العزيزه الدكتوره ميسون الذوادي. دكتوره كنت تتكلمين عن سلوك هذا الفيروس انه ذو سلوك غريب ويعني ومتقلب المزاج يعني، لكن هذه يقودي الى سؤال اخر فيما يتعلق باللي مطبق عليه الحجر، يعني نفس اللي هو الشخص اللي قاعد في الحجر المنزلي يقدر يتفادى يعني تفاقم الفيروس ووصول الى مرحله الاعراض او حتى الاعراض الشديده.
طبعا في نقطة مهمة هني لازم نركز عليها. في ناس دائما يعني يخلطون بين الحجر وبين العزل. طبعا هو كمصطلح الحجر هو لما يكون شخص مشتبه الإصابة به وأغلب الأوقات يكون ما عنده أعراض. العزل هو يا أنه هو الشخص اللي ثبتت إصابته وقد يكون عنده أعراض أو يكون بدون أعراض. الحجر هي الفترة الاحترازية اللي لما يكون الواحد تعرض حق الفيروس، لكن إلى الآن من ناحية السريرية أو ناحية المختبرية لم يتم رصد أن هذه الفيروس اللي فيه حالياً كان بصورة نتيجة إيجابية. السؤال اللي يطرح نفسه، هل هذا الشخص قادر على أن هو يعادي؟ هل هذا الشخص يمكن في أي مرحلة خلال فترة الحضانة يعني يتكاثر فيه الفيروس وفجأة يعني إحنا ما ندري عنه، وفجأة هذا الشخص يوقف النفس عنده أو أحياناً يتعرض حق غيبوبة أو يصير في أي نوع من المضاعفات أو يصير عنده التهاب شديد في الرئة. السؤال هو إحنا دائماً نرتكز على عوامل الاختطار. عوامل الاختطار هي اللي تحدد لنا هل هذا الشخص الإصابة اللي فيه قد تكون شديدة أو قد تكون إصابة جداً بسيطة. هذه من ناحية. الناحية الثانية هي نسبة المخالطة نفسها. فلو لاحظتوا إحنا دائماً نلف وندور ونركز على ترفيع على تعريف المخالط الوثيق والمخالط الغير وثيق. نرجع نلف وندور ونقول المخالط الوثيق والمخالط الغير وثيق. فلو أنا يعني ثبتت الدراسات أن المخالط الوثيق طبعاً نسبة تعرضه أو نسبة أنه يكون فيه العدوى أكثر من المخالط الغير وثيق، فهذه رجعنا حق الخطوات الاحترازية. هي شنو هي؟ التباعد الاجتماعي، الأساليب التعقيم، غسل اليدين. نرجع حق الأساسيات اللي إحنا دائماً نتكلم عنها. يعني دكتورة وانت تتكلمين عن موضوع التعقيم والكمامات وغسل الأيادي، معناته احنا هني ايضا في مسؤولية تقع على الجانب المجتمع اللي هو احنا كأفراد في المجتمع. نعم. وهذا الشيء يعني دكتورة ايضا يقودنا للتساؤل، مع كل هذه الجهود اللي تقومون فيها، مع الدراسات اللي تسوونها لمعرفة اطوار هذا الفيروس وكيفية ممكن الحد من انتشاره، شلون قاعد تشوفون تجاوب المجتمع مع هذه خلينا نقول التجارب والدراسات اللي تسوونها، من تقليص العدد، من الحجر المنزلي؟ طبعا احنا ولله الحمد مجتمعنا واعي. طبعا الجهود اللجنه الوطنيه والفريق الوطني لمكافحه الكورونا ما في احد يقدر يهملها او يغفل عنها. هذه من ناحيه. الناحيه الثانيه الاعلام، انتم ما قصرتوا، قمتوا بدوركم من ناحيه التثقيف، من ناحيه توجيه الناس، اطلاعهم يعني على المراحل. يعني في ناس في البداية ما كانوا ملتزمين أو يعني ما كانوا ماخذين بعين الجد موضوع أن احنا لازم نكون بعيدين، التباعد الاجتماعي، أخذ أساليب الوقاية، ما كانوا ماخذينها بعين الاعتبار. وجود الإعلام والشفافية، الإعلان يعني والإعلان عن أن مثلاً هل كثر يومياً من الأشخاص تم رصد الإصابة فيهم، هل كثر من عوائل لم يلتزمون بالعزل المنزلي تم رصد الإصابة فيهم، وكان في كبار في السن وصغار في السن وفقدوا عزيز عليهم. بدأ هذه يخلي الناس يصير عندهم نوع من الوعي ونوع من الالتزام ونوع من المسؤولية. طبعا احنا يعني دائما نثمن على مسؤوليه الشخص والتزامه. الشخص اللي موجود يعني حتى اللي في العزل المنزلي، حتى اللي موجود في الحجر المنزلي، هذا الشخص يعني كونه هو شخص واعي وملتزم بدوره وايد يقلل من انتشار يحد من انتشار الفيروس. وهذه مسؤوليه وشراكه اجتماعيه. يعني احنا كاطباء ما بنقدر نسوي هذا الشيء بروحنا، وبدون دوركم كإعلاميين، بدون دور الناس، بدون دور الجهات المعنية والمختصة،
حتى احنا يعني احنا في وزارة الدفاع نثمن على جهود الفريق العسكري في يعني الله يشهد يعني قايمين بدور جدا مجهود جبار يعني من ناحية التثقيف. يعني احنا نقوم بدورنا كأطباء وأخصائيين صحيين ان احنا نثقف شريحة من الناس، وهذا لين ياخذون على عاتقهم تثقيف الشريحة اللي من بعدهم. احنا في وزارة الدفاع طبعا عندنا صار الموضوع في صرامة، كنا احنا مثلا منظومة عسكرية يكون فيها اجراءات ثواب وعقاب، يعني الانسان اللي ما يلتزم تم اخذ بعض الاجراءات الصارمة من صوبهم. لا شك يعني الاجراءات يعني مهمة وراح تبقى مهمة، يعني مهمة يعني تطورت حتى البروتوكولات العلاجية عندكم، والله يعطيكم الصحة والعافية، قاعد تقومون بجهود جبارة في هذا الجانب، لكن ايضا تبقى هذه الاحترازات يعني واجبة على المواطن وعلى المقيم اليوم. دكتور احنا عندنا حجر منزلي وعندنا ايضا اليوم بعد عزل منزلي. نعم. يعني هناك حالات ايضا في الحجر المنزلي وفي العزل المنزلي. يتم متابعة حالات هذه الحالات عن طريق الهاتف وعن طريق ايضا اللي هو تطبيق مجتمع واعي ومركبين اللي هي السويرة في ايديهم. نعم. لكن هل في طرق ثانية ممكن يعني مستقبلا ان يتم متابعة هذه الحالات بآليات اخرى؟ ترى في بعض الآليات يعني هي هو مو بس المكالمة الهاتفية. احنا في الناس اللي نتابعهم بالعزل المنزلي وصلنا احيانا الى مرحلة ان يعني نشغل الفيديو فيديو كول ونشوفهم ويشوفونا. احيانا اذا كنا نحتاج نشرح لهم بعض الاشياء كنا نسوي يعني كنا نقوم بهذا الشيء. طبعا في المستقبل في امور الراست يعني حاليا مثلا السويره هي تقول لنا مثلا هل هذا المريض موجود او غير موجود او ملتزم او غير ملتزم. يمكن مستقبلا هذه السويره هي الجهاز الالكتروني بقيس المؤشرات الحيويه اللي في الجسم واللي اهمها تركيز الاكسجين واللي بيقول لنا عن حاله الشخص، هل الرئه تضررت، هل هو في مرحله حرجه من ناحيه النفس ويستدعي ان التدخل السريري والتدخل العلاجي او لا، بحيث ان هذه السويره تكون فيها هذه المؤشرات مدموجه بالمؤشرات الحيويه اللي موجوده في ملف المريض الصحي. جميل. يعني احنا ما عندنا شك ابدا دكتوره ان انتم قاعدين تبذلون كل ما في وسعكم على اساس ان فعلا احنا كلنا معا نقدر نحن نحد من هذا الفيروس ونقضي عليه باذن الله. لكن يعني احنا قبل ما نختم معك دكتوره بدنا نسالك، يعني هل في عندكم حاليا انتم يعني في صدد عمل بحوث جديده، دراسات معينه قاعدين تسوونها في هذا المجال؟ نعم. طبعا في بحوث كثيره قاعده تصير. احنا عندنا مركز ولي العهد في المستشفى العسكري تحت مظله القائد العام سعاده المشير، وتحت مظله ورعايه دقيقه من قائد الخدمات الطبيه والقائمين على مركز ولي العهد للبحوث. في حاليا دراسه اكيد انتم سمعتوا عنها، هذه الدراسة اللي هي علاج البلازما. هذه البلازما يتم استخلاصها من الشخص المتعافي، واللي هذا يكون في ميزان حسنات الشخص. احنا دائما نقول حق الشخص لما المصاب نقول له اعتبر نفسك في جهاد، فانت يعني صابر ورابط، وفي النهاية انت بتتعافى باذن الله، واحنا بعد ما بنخليك في حالك، انت مجرد ما تكون الاجسام المضادة باذن الله بناخذ من عندك الاجسام المضادة، وبناخذ هذه الأجسام المضادة وبنعطيه حق شخص اللي تثبت عليه الإصابة الحادة. نعم. الإصابة الحادة هو الالتهاب الرئوي الحاد اللي يثبت من ناحية الأشعة ومن ناحية قلة تركيز الأكسجين. نعم. فطبعا في دراسات الشيء الحلو في الموضوع أو التجربة البحرينية الفريدة أن هذه الدراسة لما قامت في دول شرق آسيا كانوا مرتكزين على محورين. المحور الأولي هل هذا الشخص إذا أنا عطيته وهو عنده التهاب حاد أنا بحتاج أحطه على جهاز التنفس، هذا المحور الأولي. المحور الثاني هل هذا الشخص بيتعافى أو ما بيتعافى. إحنا أضفنا محاور، هذه المحاور إيش كثر هذا الشخص
مثلا اللي اعطيناه علاج البلازما او الشخص اللي ما اعطيناه علاج البلازما ايش كثر كانت مده تعافيه، يعني من العينه الايجابيه الى العينه السلبيه او من انتهاء الاعراض. الشيء الثاني اللي هو قابليته او احتمال الوفاه خلال 4 أسابيع. هذه من ضمن الاشياء اللي ضفناها عليهم. احنا يمكن في يعني في حلقه سابقه كان عندنا ايضا وقفه تكلمنا فيها عن البلازما وبلازما النقاهم، وبالفعل يعني احنا دائما نثمن دكتوره كل الجهود اللي تقومون فيها، لان في النهايه صار الهدف واحد والهدف مشترك، واحنا ان شاء الله نعدي هذه التحدي مثل ما احنا دائما نحب نسمي دي الفتره بخير ان شاء الله، وكلنا يعني ننتصر انتصار ان شاء الله يكون انتصار جميل على هذه الفيروس مهما يعني حاولنا هو انه هو يطور من نفسه او انه يحاول نفسه. الدكتوره ميسون الدوالي طبيبه اختصاصيه في الصحه العامه والجوده السريريه بالخدمات الطبيه الملكيه التابعه لقوه دفاع البحرين، شكرا جزيلا لك دكتوره ولكل ما تفضلتي فيه. اشكر استضافتكم للمره الثانيه، وبالعكس ترى يعني احنا استفدنا ترى من هذه التجربه، احنا كل يوم قاعدين نتعلم درس، اهم درس احنا تعلمناه هو الشراكه الاجتماعيه. احنا كانت لنا فرصة جميلة تعرفنا على عملكم عن كثب يعني خلال هالفترة، يعني الله يعطيكم الصحة والعافية. شكرا لك دكتورة على حضورك. مشاهدينا الكرام فاصل وراجعين. مع تطورات فيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم وتأكيد المخالطة كأحد أكثر الطرق لنقل العدوى، يبقى السؤال شلون تتم عملية المخالطة وشلون نحمي نظامنا الصحي. خذ مثال عشان تكون الصورة واضحة، خالد حامل للفيروس لكن ما تظهر عليه أي أعراض ويظن أنه سليم، يلتقي براشد فينقل له العدوى بدون ما يدري، يواصل الاثنين حياتهم بشكل طبيعي في الوقت اللي يطمئن راشد بحالته الصحية ويخالط صديقه حسن واخته مريم. تبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا على خالد اللي نقل العدوى حق راشد سابقا، فقام راشد نقلها إلى صديقه حسن واخته مريم ومن حولهم في سلسلة من المخالطات المتكررة اللي تعيق الحد من انتشار الفيروس. تذكر دائما أن كل فرد يلعب دور أساسي من خلال اتباع الإرشادات والاحترازات لتعزيز الصحة العامة وحماية نظامنا الصحي. مسؤولية كل فرد في المجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية. التزم بمسؤولية كلنا فريق البحرين. العمل التطوعي يعني التكافل والتعاون والمشاركة والعطاء والثقة والتضحية كذلك، وفعلا أكدوا لنا المتطوعين في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كل هاللي ذكرناه تماما، وأن التطوع فرصة مكنتهم من تسخير كافة العمل الدؤوب اللي يحملونه في أنفسهم تجاه هذا الوطن، وأنهم مستعدين أنهم يبذلون الغالي والنفيس لأجل البحرين ولمحاربة هذا الفيروس. بالفعل يعني بسام وجود المتطوعين ومشاركتهم الفعالة في الحملة يدل على الشراكة المجتمعية، وخصوصا لما شفنا بعض الشخصيات اللي كان لهم باع طويل في العمل التطوعي وهم يشاركون ويعلمون ويعني ويتطوعون من أجل البحرين في هذا الظرف الاستثنائي اللي مر فيه العالم كله. فريق عمل البرنامج لازال يتواصل مع المتطوعين واحنا بنتكلم معهم أكثر، ومعانا اليوم عبر سكايب عائشة صالح إحدى المتطوعات. مسي عليك بالخير اختي عايشه، يعني لو تقولين لنا شو اللي خلاك يعني تتطوعين. مساكم الله بالنور، شكرا اول شيء على استضافتكم. شو اللي خلاني اشارك بالتطوع؟ طبعا انا كانت لي تجارب سابقه ومتعدده في التطوع في مجالات مختلفه، مو بس حتى في مجال تخصصي. من باب أولى في هالظروف اللي إحنا قاعد نمر فيها، طبعاً جيت محتاجة لي ومحتاجة لجهودي، وهاي السبب الأساسي اللي خلاني أشارك وأسجل وأتطوع. عايشة لو تخبرينا شنو أكثر شيء يعني من مهامك في العمل التطوعي اللي استفادتي منه خلال هذه الفترة؟ طبعاً قبل ما أقول مهام اللي موكلة إلي أو اللي أنا مسؤولة عنها،
خل أشرح بشكل مبسط إحنا شنو وظيفتنا في تربل فور. طبعاً تربل فور عبارة عن حلقة الوصل أو الوسيط بين أي أشخاص مثلاً مصابين، أشخاص مثلاً عندهم أي مشكلة لها علاقة بالكورونا يتواصلون معنا، وإحنا بدورنا نوصلهم حق الجهة اللي ممكن تقدم لهم الخدمة أو المساعدة اللي يحتاجونها. طبعاً أنا موجودة حالياً في الفريق الطبي اللي إحنا بدورنا نخدم أو نشوف الحالات الطبية والصحية ونحاول إن نقدم لهم المساعدة. في الفريق عندنا الفريق الطبي مكون من عدة مجموعات صغيرة، كل مجموعة لها وظيفة معينة، وطبعاً أنا وظيفتي في الفريق أن أتواصل مع الحالات الإيجابية أو اللي هي لما المصابين، مثلاً توصلنا حالات طارئة، حالات مثلاً عندهم أعراض هم متواجدين في البيت، فأنا أكلمهم أخذ تاريخهم المرضي وشو الأعراض اللي عندهم، إذا عندهم عوامل خطورة، إذا عندهم مثلاً إحنا نسمي اللي هو الأمراض المزمنة أو comorbidities، وبعدها نبتدي اللي هو نقيم الحالة، نشوف هالحالة مثلاً هي متوسطة، حالة خفيفة، أو حالة مثلاً تستدعي تدخل سريع، حالة طارئة emergency. فبعدها طبعاً إحنا نرفع هاي الحالات حق الجهة المختصة اللي بدورها تقدم لهم الرعاية الطبية اللازمة. طبعاً عندي خدمات أو يعني خلينا نقول مهام ثانية، منها مثلاً أحجز مواعيد حق المصابين ومن هالأمور. عائشة، بس قبل لا نختم معاك هذا السكايب، ودنا لو توجهين كلمة للشباب والبنات في هالظروف الاستثنائية. طبعاً هاي التجربة أي شخص بيشارك في التطوع في هاي الظروف مثل هالأزمة الصحية العالمية، طبيعي أنه بيكسب خبرة كبيرة، بتكون تجربة مختلفة. طبعاً مو دائماً إحنا تتسنى لنا الفرص أن نشارك في مثل هالأمور، فأعتقد أن تجربة التطوع خصوصاً حق الناس اللي في مثل عمري وفي مثل جيلي هاي تجربة جداً ممتازة، جداً راح تغير من شخصياتهم، راح تخليهم يشاركون وفي نفس الوقت تكسبهم خبرة للمستقبل. المتطوعة عائشة صالح، شكرا جزيلا لك. يعني بسام، قبل ما ننتقل حق الفقرة الجاية، يمكن كلامنا مع عائشة وغيرها من المتطوعين خلانا يمكن خلال هذه الفترة نكتشف بعض الأمور، وأمانة يعني هي شغلات وايد حلوة شفناها في شباب البحرين، وإن كانت هذه الشيء أو هذه الأشياء طبعا مو غريبة عليهم، بس شفناها بشكل كبير، لمسناها بشكل جدا جميل. شفنا معاهم أن ما في شيء في قاموسهم اسمه مستحيل، ما في شيء عندهم لا أنا ما بقدر، لا في ظروف صعبة، رغم كل الظروف اللي واجهتهم، رغم كل خلينا نقول التحديات اللي كانت معاهم، لكن كان في من داخلهم إصرار، كان في من داخلهم رغبة فإنه يكون لهم دور في هذه المرحلة، برغم يمكن خلينا نقول يعني عمرهم البسيط، لكن المكتسبات اللي اكتسبوها، المهارات، الخبرات، كانت اشياء وايد كبيره. لا تنسين بعد، لا تنسين رقيه، يعني الاحساس بالمسؤوليه. احنا لما نقول يوم مجتمع واعي، فاحنا هذه الكلمه يعني نقولها ونكررها وناكدها على الساده المجتمعيه، ان فعلا احنا عايشين وسط مجتمع واعي من شباب من كبار، لان فعلا في احساس بالمسؤوليه، وهذا دليل على وعي يعني هذا الشاب او هذه الفتاه. يعني صراحه احنا نشكرهم ونشكر اهاليهم يعني اللي احسنوا تربيتهم هذه التربيه الحسنه في انهم يبادرون الى عمل التطوع، واليوم احنا نفتخر فيهم، نفتخر كذلك ايضا احنا بوجود هذه اللوحه اللي وضعناها قدامنا اليوم، جدا احنا فخورين. هذا الاطار اللي يحمل شارات المتطوعين في هذه الفتره، في فتره مواجهه فيروس كورونا، يعطيكم الصحه والعافيه، وطبعا احنا مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام، لكن بعد هذا الفاصل. مختبرات الصحة العامة هي المختبرات المعتمدة لفحص فيروس الكورونا كوفيد 19.
الطاقة الاستيعابية للمختبر بلغت 3500 تحليل في اليوم الواحد. يعمل المختبر على مدار 24 ساعة. تقوم عملية الفحص على تقنية حديثة تسمى بتقنية البوليمريز تشين رياكشن الـ PCR. هذه التقنية تعد من أحدث التقنيات العالمية الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية لفحص هذا الفيروس. مختبر الصحة العامة المجهر الذي لا ينام، حيث لا مجال للخطأ أو نقص في الأداء. تقدرون تعتمدون علينا في إجراء الفحوصات، بس إحنا نعتمد عليكم في اتباع التعليمات. مستمرين معكم مشاهدينا. طبعا جهود الصحفيين وكتاب الرأي والأعمدة واضحة في تسليط الضوء على مختلف القضايا والمواضيع اللي تهم المواطنين والمقيمين، وصحافتنا بلا شك تلعب دور كبير في زيادة الوعي وارتقاء المجتمع وتثقيفه انطلاقا من مسؤوليتها الوطنية من خلال ما تنشره عبر صفحاتها المطبوعة ومن خلال أيضا منصاتها في التواصل الاجتماعي. واليوم فريق الإعداد اختار لنا أحد المقالات بصحيفة أخبار الخليج بقلم الكاتب الصحفي السيد زهرة بعنوان أنت الأمل الوحيد للعالم. خلونا نتابع بعض ما ذكر في هذا المقال وراجعين لكم. أصبح دور الأفراد هو العامل الحاسم بالفعل اليوم في مواجهة الفيروس ووقف انتشاره. التزامهم بالإجراءات الاحترازية المطلوبة هو وحده الكفيل بحماية الدولة والمجتمع. على ضوء هذه الحقيقة نقول لكل مواطن وكل مقيم على أرض البحرين، عليك أن تدرك أنك أنت بالذات من تتحمل اليوم أكبر عبء وأكبر مسؤولية في مواجهة كورونا. عليك أن تدرك أن التزامك الحازم بالإجراءات والتعليمات من منطلق الإحساس بالمسؤولية الوطنية لا يمثل حماية لك ولأسرتك فقط، وإنما حماية للمجتمع والدولة. الجهات المسؤولة في البحرين تحت قيادة الفريق الوطني لمكافحة كورونا بذلت أقصى الجهد وتفعل كل ما تستطيع للقيام بواجبها في مواجهة الفيروس، وما فعلته يفوق بكثير ما فعلته أغلب دول العالم. المسؤولية الآن ملقاة على عاتق كل المواطنين والمقيمين، هم الذين يستطيعون وقف هذا الخطر والحاق الهزيمة بهذا الفيروس. وكل مواطن ومقيم بالقيام بدوره المسؤول على أكمل وجه اليوم لا يحمي البحرين فقط، وإنما يسهم في حماية العالم كله. يعني بعد ما شفنا معكم هذه اللقطات من المقال للكاتب السيد زهرة، يعني هذه خلينا نتوقف عن نقطة وايد مهمة. احنا اكيد كلنا بدنا نرجع الحياة لوضعها الطبيعي، نرجع نمارس حياتنا مثل ما كنا في السابق، ولكن لابد ان فيها محاذير. انزين هذه المحاذير شلون بتجي وشلون احنا ممكن ان احنا تدريجيا نرجع الى حياتنا الطبيعية؟ اكيد في شيء اسمه مسؤولية، وهذه يمكن قبل شوي كنا نتكلم عنه انا وبسام لما كنا نقول ان اليوم او في هذه اللحظة بالذات المسؤولية صارت يمكن يعني تلقى بشكل اكبر على الافراد اكثر ما تكون على الأجهزة الحكومية ومؤسسات الدولة، لأن هم أبذلوا كل اللي عليهم. يعني خذوا خطوات استباقية، خذوا إجراءات احترازية كثيرة، بس اليوم صار دور الأفراد هم. اليوم احنا بوعينا بالتزامنا بمسؤوليتنا الشخصية والفردية نقدر ان احنا يعني فعلا نرجع تدريجيا لحياتنا الطبيعية، وغير كذي نساهم في اللي سووه طبعا كل هذه الجهات خلال الفترة اللي راحت. مسؤوليتنا وعينا بتخليهم فعلا انهم يوصلون لبر الامان، على عكس احنا ما نبي نستخدم الكلمه، لكن اذا كان في تهاون او كان في استهتار وعدم مسؤوليه هذه بيخلينا نرجع ورا، وهذا الشيء احنا ما راح يعني اكيد نقبله. اليوم يمكن احنا يعني اكثر وعي من قبل رقية، من بدايه الفيروس يعني اللي تكونت عندنا الرؤيه بشكل واضح. اليوم احنا عارفين شنو هو الفيروس، شنو طبيعته، شنو الاجراءات اللي لازم احنا نسويها. لا ننتظر ونقعد نقول والله احنا نتمنى اليوم قبل باكر ان ترجع الحياه الطبيعيه لحياتنا اللي كنا يعني متعودين احنا يعني نمارسها بشكل يومي، لكن احنا خلينا نعيش هالفتره على انها فعلا خلاص حياتنا الجديده وحياه طبيعيه جدا. لكن كل اللي علينا نسويه احنا نلتزم بالاجراءات. اليوم احنا نقدر نتحرك، نقدر نروح اي مكان،
يعني نقدر نمارس يعني نشاطاتنا يعني المختلفة، لكن في أمور بسيطة جدا علينا نحن نلتزم فيها، تلبس الكمام، تباعد اجتماعي، لا نختلط وايد، يعني الاختلاط يقتصر على الأسر الصغيرة، على الجماعات الصغيرة في العمل مثلا، خروج للضرورة. نعم، والخروج أيضا للضرورة يعني. فمشاهدين احنا يعني حياتنا جدا طبيعية، لكن كل اللي علينا احنا نلتزم بهذه الإجراءات لين ما نرجع حق حياتنا اللي احنا طبعا تعودنا عليها. ان شاء الله. يعطيكم الصحة والعافية. طبعا احنا مشاهدين راح ننتقل معاكم الآن إلى اللقطات الجوية من يعني مختلف مناطق مملكة البحرين. هذه اللقطات تزودنا بها كاميرات الإعلام الأمني، وهي لقطات مباشرة وحصرية لمجتمع واعي، الله يعطيهم الصحة والعافية، نشكرهم طبعا على جهودهم. نشوف معاكم هذه اللقطات مشاهدينا الكرام، وراجعين نستكمل باقي فقراتنا لحلقة الليلة. البحرين ما فيها جلوس، كلنا بنقوم فرحة.
مستمرين معكم مشاهدينا، وهناك الكثير من الأسئلة الطبية للدور في أذهاننا، وخاصة في هالظروف الاستثنائية اللي نمر فيها، سواء كانت عن فيروس كورونا أو غيرها من الأمراض، وكلنا نحتاج أن احنا نسمع الجواب من الأطباء المختصين. أكيد طبعاً نحن نأكد على الأطباء المختصين، ولذلك فريق إعداد مجتمع واعي خصصوا لنا فقرة سؤال لطبيب، والسؤال اليوم بترد عليه الدكتورة بيان محسن سالم طبيبة أمراض باطنية. خلونا نتابع وياكم السؤال ونشوف شنو قالت الدكتورة بيان. أعزائنا المشاهدين، خلونا اليوم نتعرف عن تأثير فيروس كوفيد-19 على الجهاز الهضمي. يمكن دائماً في بالنا أن فيروس كوفيد-19 متعلق بالجهاز التنفسي، سواء كان العلوي أو السفلي، والأعراض للمصاب تكون ارتفاع درجة الحرارة، الرشح، السعال، وضيق النفس. ولكن إحنا كأطباء لاحظنا وجود أعراض لها علاقة بالجهاز الهضمي، مثل الإسهال، فقدان الشهية، والتقيؤ، وآلام في البطن. وهذا يثبت أن الفيروس ممكن يصيب الجهاز الهضمي. أيضاً اللي شفناه أن بعض المصابين صادهم اختلال في وظائف الكبد. نصيحتنا لك اليوم عزيزي المشاهد، إذا كنت تعاني من أي عرض له علاقة بالجهاز الهضمي مصاحب له ارتفاع في درجة الحرارة، لا تتردد، اتصل وخذ موعد لفحص كوفيد-19. ونصيحتنا للجميع الالتزام بالنظافة الشخصية واتباع وصايا وزارة الصحة الاحترازية. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ونتمنى للبحرين تعود مثل ما كانت، وشكرا لكم.
صراحة أنا يعجبني فريق إعداد هذه الفقرة بالتحديد، يعني رقية يعني يفكر دائما بأسئلة خارج الصندوق، أسئلة أبدا ما تخطر في البال، ويعني وهذه دليل على يعني مدى الثقافة الكبيرة يعني اللي تحلى فيها طبعا عندنا فريق الإعداد. وكذلك أيضا نشكر المختصين اللي يعني جاوبوني على هذه الأسئلة. أكيد يعني إحنا دائما نحاول أن الأسئلة اللي نطرحها على المختصين أن تكون أسئلة فعلاً تدور في أذهان المشاهدين، لأن في النهاية أنت اليوم قاعد تقدم معلومة تهم المشاهد خلال هذه الفترة. في كثير من التساؤلات، وإحنا دائماً يعني نحاول نحن نعطيكم الإجابات من ذوي الاختصاص أو من ذوي الشأن، علشان يعني نمتنع ونتجنب قد ما نقدر موضوع اللي هو الفيديوهات اللي فيها بعض الإشاعات أو المعلومات الغير صحيحة أو المعلومات المغلوطة. نأخذ الإجابات من أصحاب الشأن، من الأطباء، من المختصين، وطبعا مع نهاية كل سؤال في بعض النصائح المقدمة، علشان فعلا في النهاية نقدر نهو أن نعيش يعني بشكل صحي وبشكل خالي من أي أعراض من أعراض الكورونا. مثل ما قالت الدكتورة يعني في نهاية الفقرة، قالت أي شخص يشعر بأي نوع من الأعراض أو في أي شيء في يعني عنده شك ولو شيء بسيط، أنه هو دائما يراجع الجهة المعنية والجهة المختصة. والله يحفظكم يا رب ويحفظ الجميع إن شاء الله. اللهم آمين. برنامج مجتمع واعي مستمر في تغطية الجهود الوطنية في التصدي لفيروس كورونا، وضمن الجهود الوطنية لحد انتشار فيروس كورونا هو ما تقوم به وزارة الداخلية من استحداث طرق مبتكرة للتوعية. كذلك أيضا من خلال هذه الجهود هناك تصريح للعميد صالح راشد الدوسري مدير عام مديرية شرطة محافظة المحرق، صرح وقال أن المديرية استحدثت منصات إلكترونية في مجموعة من الأماكن العامة بمحافظة المحرق للتوعية والرد على استفسارات وملاحظات المواطنين والمقيمين. استحداث منصة إلكترونية جاء بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وإدارة الاتصالات بوزارة الداخلية، حتى تستعرض هذه المنصة أهم التعليمات الأمنية والقانونية، بالإضافة إلى الرد على أسئلة الجمهور واستفساراته بشكل مباشر. تابع معكم مشاهدينا هذا التقرير المنصات الإلكترونية، وراجعين نتكلم أكثر عن هالموضوع. بناء على توجيهات سيدي معالي وزير الداخلية وبمتابعة سيدي سعادة رئيس الأمن العام لإيجاد طرق مبتكرة لزيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين والزوار للوقاية من فيروس كورونا، وعلى أثر ذلك استحدثت مديرية شرطة محافظة المحرق شاشات العرض للتواصل مع الجمهور مباشرة للرد عن أي استفسار. أيضا هناك شاشات عرض توعوية إرشادية بمختلف اللغات. تم وضع شاشات الاتصال مع المستحدثة حاليا في مديرية شرطة محافظة المحرق في مجمع التنين التجاري وفندق أورت روتانا، كذلك في ممشى لوحة عرض ومجمع لولو هايبر ماركت، وتسعى محافظة المحرق لنشر هذا الشاشة في جميع أرجاء المحافظة ليتسنى لنا رد على جميع استفسارات المواطنين والمقيمين المتعلقة بالفيروس المستجد كورونا كوفيد 19. أنا أحس بفخر واعتزاز إن أنا مواطن بحريني، لأن أشوف جهود البحرين، فريق البحرين عموماً، سواء كان على صعيد التعليم، صعيد السياحة، إحنا في مجمعاتنا الحمد لله رب العالمين، الأمور طيبة، الكل ملتزم بالإجراءات الوقائية، الحمد لله رب العالمين، في وعي كبير جداً من المواطنين، الكل يبي يحافظ على روحه ويحافظ على محيطه. الحمد لله رب العالمين، الإجراءات واضحة، الشعب واعي.
يعني للأمانة من عقب ما شفنا هذه التقرير يمكن بسام الكلمة الوحيدة اللي احنا نقدر نقول يعني عنها ودائما يمكن هذه مبعث فخر لنا ان هناك تواصل مستمر. وقت ما احنا بحاجة للمعلومة، وقت ما احنا بحاجة للاستشارة، وقت ما احنا بحاجة للتوعية نشوف وين ما نكون موجودين ومتواجدين إن كان من رجالات الأمن نفسهم أو من خلال هذه المنصة الإلكترونية. وهذه بادرة أمانة يعني يشكرون عليها، وهي بادرة يعني جدا جميلة خاصة في التقرير شفنا ترى استوقفت العديد من الناس يعني وبمختلف الأعمار. يعني شيء حلو شيء جديد أنه يكون في كثير من الأماكن العامة الآن موجود فيها مثل هذه المنصة، سهولة التواصل، الكل اليوم ممكن يستفيد، المواطن المقيم الوافد في معلومات تقال بشكل مباشر، في توعية في تثقيف وهناك تواصل مستمر. نعم بالتأكيد يعني شفنا يعني طريقة جديدة واسلوب جديد، يعني رد نقول احنا امام يعني واقع جديد قاعد نعيشه، لذلك يعني مطلوب منا جميعا ان احنا نتأقلم مع هذا الواقع الى حين يعني ما ترجع الحياة بشكلها الطبيعي مثل ما قلنا. ولذلك من خلال هذه الفترة يعني المؤسسات يعني في مملكة البحرين قاعدة تبتكر مثل هذه الأساليب، مثل هذه الأسلوب المبتكر الجديد اللي يعني تبعته يعني مديرية المحرق، وهو أسلوب صراحة يعني جدا يعني يشكرون عليه، يعطيهم الصحة والعافية. نتمنى أيضا أنه يعمم في جميع مناطق مملكة البحرين في المرافق العامة، يعطيهم الصحة والعافية على هذه المشروع. طبعا مشاهدينا احنا الحين بننتقل معاكم إلى هذا الفاصل ومن ثم راجعين لاستكمال باقي فقراتنا.
من الفقرات الجميلة والخفيفة اللي عدها أحد معدي البرنامج هي فقرة من البيت، واللي طبعا يعني قدمها أحد المعدين تطبيقا لقرار العمل من المنزل ومبدأ التباعد الاجتماعي. بالتأكيد اليوم عندنا زميلنا العزيز محمد شكري طلع علينا من بيتهم في فقرة من البيت. مسي عليك بالخير محمد، وتفضل الكلمة لك. يا هلا فيكم زملائي، امسي عليكم بالخير وعلى السادة المشاهدين. اطل عليكم من البيت، واليوم عندي لكم مجموعه من المقاطع والصور المنتشره في مواقع التواصل الاجتماعي، بستعرضها معاكم بشكل سريع. ببتدي مع المقطع اللي نشره الحساب الرسمي لقناه البحرين الرياضيه، واللي فيه مجموعه من نجوم منتخبنا الوطني تحت هاشتاج راجعين اقوى باذن الله، ويتكلمون عن الرياضه وشلون كانت حياتهم هذه الفتره اللي طافت من جاهزيه وتمارين. خلونا نتابع. كانت مرحلة صعبة يوم احنا تلقينا خبر يعني ايقاف جميع الانشطة الرياضية في البحرين بسبب مرض كورونا. طبعا الملاعب سكت، الدوريات وقفت، يعني شخصيا شوي ضايقت على اساس ان البرنامج متعودين عليه بشكل يومي، روتين يومي اسبوعي مباريات. تساؤلات لمتى بنقعد بدون تمرين؟ اتصل لنا مدرب اللياقه من المنتخب الوطني. اول قرار كان ان نتمرن عن بعد، فكان شيء حلو يعني كنا نشوف بعض في الفيديو، نشجع بعض ونسالف ونضحك، فكان شيء ممتع يعني ممتع ومتعب. خطتنا ان احنا نكون في افضل جاهزيه، ان احنا نكون مستعدين، عندنا تارجت لازم نعمل عليه عشان نوصل للجاهزيه المطلوبه. فاحنا كلاعبين علينا مسؤولية كبيرة، ونوعد الجمهور إن شاء الله بمواصلة العمل. الجمهور البحريني قانع عن التعريف، هو اللاعب رقم واحد مو اللاعب رقم 12، وشيء طبيعي الجمهور راح يترقب شيء أكثر، ولكن احنا أيضا كلاعبين احنا عندنا طموح أكبر وأعلى. نوعد إن شاء الله الجماهير في المستقبل إن احنا نرجع أقوى من قبل إن شاء الله. بإذن الله بيرجعون أقوى وبيغلبون كل التحديات، لأنهم فعلا أبطال وما يوقفهم شيء. والحين بنتقل إلى حساب وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة على الإنستغرام، واللي نشرت فيه مقطع يجسد تضحيات كل العاملين في مجال التمريض والرعاية الصحية وشلون ينقذون حياة الناس. خلونا نتابع معاكم. في مهنة التمريض أعرف أني كل يوم ممكن أصنع الفرق وأنقذ حياة إنسان، وأنت يهمك أنك تصنع الفرق وتنقذ حياة؟ وصلنا إشعار عن حالة سيدة تعاني آلام الطلق وفي طريقها للمستشفى، وتم تبليغنا أن السيدة مصابة بفيروس كوفيد-19 وهي على وشك الولادة. قررت لحظة وصول المريضة أني أدخل وياها غرفة العمليات بروحي وأولدها، وكان هذا هو الإجراء الأنسب لإنقاذ حياة الأم وطفلها والمحافظة على سلامة الطاقم الطبي. عمري ما بنسى نظرة الاطمئنان والفرحة في عيون هذه الأم يوم شافت ولدها بخير وعافية. العالم اليوم يحتاج لستة ملايين ممرض وممرضة، لأن الممرضين هم الركيزة الأساسية للأنظمة الصحية في كل الدول، وبلادنا تفتخر بشبابنا اللي يحمون أهلنا ويشكلون خط الدفاع الأول لسلامتنا. كلمات الشكر أبد ما توفيهم حقهم، اللي دائما نجدهم جنود واقفين في خط الدفاع الأول وقت الأزمات، وضحون بكل شيء في سبيل بث الأمل داخل نفوس المرضى. والحين بنتقل إلى الحساب الرسمي عبر الانستغرام لوزارة الصحة العمانية، واللي نشرت فيه مقطع جميل يعبر عن جهود عمال النظافة اللي يعملون ليل نهار من أجلنا. خلونا نتابع. لا نعتقد أن هناك عملاً ما أكثر نبلاً من هذا العمل، فليس من السهل أن تتعرض كل يوم إلى قنابل موبوءة من البكتيريا والجراثيم والفيروسات. تحمل سلة المهملات وتحمل بقايا استخدام المرضى لتتخلص منها من شيء قد يضر الإنسانية جمعاء. شكراً لعمال النظافة لأن بهم المكان أجمل،
ولأن بهم الساحات أنظف، ولأن بهم نرى الأماكن كما ينبغي أن تكون. شكرا لعمال النظافة لأنهم يحتملون كثيرا، شكرا لأنهم يعلموننا كيف يجب أن تتناسب نظافة الأشياء مع قلوبنا، ولأننا نتعلم على أيديهم أن الكفاح هو طهر وأن العمل كرامة، وهم علمونا حقا أن العظمة في هذه الحياة قد تولد من البساطة والهامش. شكرا لكل عمال النظافة، فهم الأبطال اللي يعملون في الخفاء، وبوجودهم يكون المكان أجمل. هذه كل اللي عندي من البيت، والحين عودة لكم زملائي. الزميل محمد، شكرا، شكرا جزيلا لك وعلى كل اللي قدمت لنا اليوم. يعني أنا ما أعرف محمد ما شاء الله عليه عطانا اليوم مجموعة من الفقرات، يعني أنا مو بعرفة يعني أعلق على أي واحدة منهم، على الرياضيين ولا على المواقف البطولية للممرضات والمرضين والطاقم أو الكادر الطبي، أو للي شفناه عن عمال النظافة ودورهم الكبير. يعني صراحة كلها مواقف إنسانية، كلها مواقف فيها بطولة، مواقف قاعدة تحركنا كلنا. بس يعني هاي نقطة مهمة اللي قلتيها رقية، مسألة الفيديو اللي شفناه للتخلص من القفازات والأمور هذه اللي احنا نستخدمها بشكل يومي، هذه يعني أتوقع أنه من الضروري جدا أن احنا نعرف الطريقة السليمة والصحيحة للتخلص من القفازات والكمامات، على أساس أن احنا بأي حالة من الأحوال ممكن احنا ننقل العدوى بطريقة ما، ونتمنى هالشيء ما يصير، لكن احنا يعني لابد من مراعاة هذا الأمر مشاهدينا الكرام في عملية التخلص وعملية أيضا التعقيم المستمر. لازم يتحول أتوقع يعني إلى أسلوب حياة جديد مسألة التعقيم ومسألة، لأن احنا اليوم فيروس كورونا والله لا يقول، لكن احنا بعد نواجه مثل ما قال الفيديو يعني نواجه أنواع من البكتيريا من الفيروسات، يعني بشكل مو بس احنا اللي نواجههم، يعني في ناس هم يمكن خطر الإصابة بالفيروس يمكن هم أكثر عرضة من يعني من غيرهم، خاصة اللي يعملون في المستشفيات في المراكز الطبية، وتحديدا يمكن عمال النظافة اللي عليهم مسؤولية وايد عودة في التخلص من كل يعني هذه خلينا نقول الأدوات اللي كانوا يستخدمونها المرضى. احنا نقول الله يحفظكم إن شاء الله يا رب، ويحفظ الجميع من هذا الفيروس. ويعني أعتقد الحين عندنا فاصل، نعم نطلع فاصل مشاهدينا وراجعين. بين الأمس واليوم الناس تعيش حالات شعورية مختلفة تجاه فيروس كورونا كوفيد-19، بين الشك واليقين، بين الاستهتار والهلع، بين الخوف والرجاء. يا ترى اليوم وبعد مرور قرابة 4 أشهر وين وصلنا؟ أخاف أن أفقد بعد أحد عزيز علي، وكانت صادمة لي يوم وصل حق كلمة نوضك الخليج يعني، فما كنت مستوعب الشيء. والله أول شيء يعني ما كنت إنه يعني متوقع إنه لهالدرجة بتوصل هاي المرحلة. وباء عالمي يعني ما حد قرر يتخلص منه بسهولة. خليني أقول لك إن الأصعب الفترة دي إن الواحد ممكن يبقى السبب في إنه هو يفقد عزيز. فالحين أنت احسب حساب إنه مو موجودين لا ممرضين ولا هذا، شو تسوي أنت في حالك؟ يعني لو ما الأطباء ما يمكن إحنا عرفنا وش ده المرض ما أحد. في ناس ما تروح بيوتها لمدة 2-3 أيام، ليالي وأيام ما يدرى عن أهله ولا يدرون عن أولادهم حتى، يعني ورا الكواليس ما حد قاعد يشوف. هذين الأشخاص اللي واقفين في الصف الأمامية اللي قاعدين يضحون بحياتهم من أجل حياة الآخرين، يعني إلى الشكر والامتنان، وإلى يعني نخليهم على الرأس هذين. مهما قلنا ومهما تكلمنا مش هنوفيهم حقهم. طاقم الطبي أنا أحبكم واجد. الوقاية من هذا المرض، الوقاية من هالمرض هي مسؤولية اجتماعية. لو الواحد يحط نفسه في أن الشخص اللي ممكن يتعرض للمرض ممكن يفقد حياته هو إنسان عزيز عليه، والده، والدته، أخوه إذا كان عنده بعض الأمراض نفس أمراض السكري أو الربو، الطفل الصغير، لو فكر أن هذا الشخص هو كان إنسان قريب إليه بيحس فيه أكثر. كطاقم طبي نواجه الحالات بشكل يومي، رسالتنا للكل الالتزام يؤدي إلى الانحسار، والاستهتار يؤدي إلى الانتشار. التزم بمسؤولية.
مشاهدينا ننتقل معكم الحين إلى بسام واللي راح يستعرض معنا آخر الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا في مملكة البحرين. تفضل بسام. شكرا رقيم. استعرض معكم مشاهدينا آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الاثنين 6 يوليو 2020. أجرت مملكة البحرين أكثر من 600,000 فحص، وهي النسبة اللي تتفوق بها البحرين على أكثر دول العالم تأثرا بالفيروس على مستوى حجم إجراء الفحوصات مقارنة بعدد السكان. بلغت الحالات القائمة 4620 حالة، والحالات المستقرة منها يبلغ ولله الحمد 4575 حالة حتى اليوم، فيما يبقى 45 شخص تحت العناية اللي تمنى لهم الشفاء العاجل يا رب العالمين. أما الحالات اللي تتلقى العلاج تبلغ 53 حالة، ونسأل لهم أيضا العافية. أما المتعافون فيبلغون 24,649 متعافي. أما الوفيات 98 حالة، نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين رصد 510 حالات جديدة بفيروس كورونا، منها 284 حالة لعمالة وافدة و223 حالة لمخالطين، وثلاث حالات قادمة من الخارج، وتسجيل حالة وفاة واحدة وتعافي 690 حالة. هذه كانت آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الاثنين، وهذه كل اللي عندي، وعودة لشرقية. شكرا بسام، يعطيك العافية. طبعا احنا ما نقول الا ان الله يحفظ البحرين ويحفظ اهلها ويديم علينا دائما نعمة الامن والامان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى، ايده الله ورعاه. مشاهدين الكرام، احنا قاعد نعيش قصة نجاح وقاعد نشهد فصولها في كل يوم. هذه القصة ما كانت راح تتحقق لولا الرؤية الثاقبة لقيادتنا حفظها الله ورعاها، وتكاتف الجهود الوطنية اللي تعمل على مدار الساعة لمواجهة فيروس كورونا. والأهم من هذا النجاح بلا شك والمحافظة عليه، لأن ما قامت فيه مملكة البحرين خلال هذه الظروف الاستثنائية مثل ما أشادت فيه دول العالم راح يبقى في صفحات التاريخ اللي نعتز فيها كلنا، وراح نرويها إن شاء الله لأجيالنا القادمة. ويبقى التزامنا المتواصل بكل الإجراءات الوقائية والاحترازية عامل رئيسي ومؤثر لمواصلة هذه النجاحات لمملكتنا الغالية، ودرعنا الحامي بعد الله سبحانه وتعالى في الخلاص من هذه الجائحة. وصلنا معكم مشاهدينا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم باكر في حلقة جديدة من برنامج مجتمع وعي مع زملاء فواز وللوفاء. في أمان الله، مع السلامة.